أيوة يا حبيبي، إحنا هناكل إيه النهاردة يا أمي؟ هتقولي هناكل أكل بعيد لأنها طبعاً ما عندهاش وقت وهتقعد تعمل التورتة. هناكل ملوخية يا بكار. إيه؟ ملوخية، أنا قاعدة قطة فيها من الصبح. ملوخية يا أمي؟ أيوة، أنا عارفة إنك بتحبها بس متعبة قوي. لكن أنت بتسأل عن الغدا ليه؟ افطر الأول وشوف هتعمل إيه، لسه بدري على ميعاد الغدا، يا ريت بس الحق أخلص. طيب. شفتي؟ أمي طلعت مش فاكرة. معاني عشان كده خرجت من البيت، لأن أكيد همام هيعدي عليا ولما ما يلاقينيش هيفكرها. ما تقلقيش يا رشيدة. هوي همام هوي، أكيد راجع من عندي في البيت وكلمني. هتشوف. هوي بكار. إيه؟ رايح فين؟ طالع مع أبويا المركب. إيه؟ ليه؟ طالعين نصطاد في البحيرة. إيه ده؟ وهتلحق ترجع النهاردة؟ ونرجع النهاردة ليه؟ احنا في اجازة يا بكار. ابويا بيقول الجو الايام دي جميل وممكن نجيب سمك كتير. هنقعد في البحيرة 4 ايام، تيجي معنا؟ 4 ايام؟ لا شكرا. همام ناسي او فاكر، بس لازم يروح مع ابوه. هيعمل ايه؟ بس كده عم جورجوني مش هيجيب الحصان يرقص بيه في عيد الميلاد. بس لسه برضه في حاجات تانية كتيرة ممكن بقية أصحابي يعملوها. وهمام هشيله حتة من التورت